السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس النسبة المئوية 2. أهداف هذا الدرس هي أو هذا الجزء هي حساب الفائدة السنوية، حساب الرأسمال والسعر، ثم حل المسائل المرتبطة بهذه العناصر الثلاث. إذا مع وضعية الانطلاق، وضع شخص مبلغا من المال قدره 25,000 درهم في بنك لمدة سنة بسعر 7%. ما هي الفائدة السنوية؟ ما هو المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه بعد مرور سنة؟ إذا المعطيات التي لدينا هنا في هذه المسألة أو في هذه الوضعية هي المبلغ أو رأس مال 25,000 درهم، السعر أو النسبة المئوية 7%، ولدينا المدة هي سنة واحدة. إذا كيف سنحسب الفائدة السنوية؟ كيف سنحسب الفائدة السنوية؟ إذا سنأخذ الرأس مال، سنضربه في السعر 7% تساوي 1750 درهم، وهي الفائدة السنوية. أعيد، سنأخذ الرأس مال 25% نضربه في 7% أو 7 على 100 أو 0.07 تساوي 1750 درهم. المبلغ بعد مرور سنة، سنأخذ 25,000 درهم الرأس مال زائد الفائدة السنوية 1750 تساوي 26,750 درهم. إذا بالنسبة للقواعد لحساب الفائدة السنوية، نأخذ رأس مال ونضربه في السعر. لحساب الرأس مال نأخذ الفائدة السنوية نضربها في 100 ونقسمها على السعر. لحساب السعر نأخذ الفائدة السنوية دائما نضربها في 100 ونقسمها على الرأس مال. أعيد، لحساب الفائدة السنوية نأخذ رأس مال ونضربه في السعر. لحساب الرأس مال نأخذ الفائدة السنوية نضربها في 100 ونقسمها على السعر. ولحساب السعر نأخذ الفائدة السنوية نضربها في 100 ونقسمها على الرأس مال. إذا تطبيق على وضعية الانطلاق، إذا لحساب الفائدة السنوية بالنسبة لوضعية الانطلاق 25,000 درهم في 7 على 100 تساوي 1750 درهم. للحصول على الرأس مال 1750 درهم الفائدة السنوية في 100 مقسومة على 7 تساوي 25,000 درهم. ولحساب السعر نأخذ الفائدة السنوية نضربها في 100 ونقسمها على الرأس مال 25,000 درهم تساوي 7 في 100. شكرا على حسن